بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الوهاب المنان صاحب الفضل والإحسان الذي أنعم علينا بنعم كثيرة من أجلها أن أرسل إلينا سيدنا محمد خير ولد عدنان. أهلا وسهلا بحضراتكم، وأدينا داخلين أهو على شهر من الشهور المباركة وهو شهر شعبان. شهر شعبان من الشهور العظيمة اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها، وكان هذا الشهر له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر له فضل كبير وله مكانة كبيرة، وكان سيدنا النبي يكثر من الصيام في هذا الشهر، كان يكثر قوي من الصيام في شهر شعبان. ولما كانوا يسألوه هو أنت ليه يا سيدنا النبي بالصوم كتير في شهر شعبان، فكان يقول لهم لأن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيعتبر شهر شعبان إنه يعني كده كأنه مقدمة وكأنه تمهيد لدخولنا لشهر رمضان. فإحنا لازم يا جماعة نعتبره كده، إن إحنا ناخد من شهر شعبان وكأنها مرحلة إعداد ندخل من خلاله على شهر رمضان. عشان كده تعلمنا من زمان وتربينا من زمان ان احنا نيجي في ايام رجب وشعبان ونحاول كده اللي يقدر يعني يصوم اثنين وخميس مثلا، او يصوم اكتر من كده حبة او اقل من كده سنة، مفيش مشكلة. بس المهم ان انت ما تحرمش نفسك من الصيام في هذه الايام المباركة، علشان الفضل والثواب من ناحية، وعلشان الاستعداد لشهر رمضان من ناحية تانية. وزي ما قلنا إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتسأل عن كده، تعالوا أقول لحضراتكم الحديث اللي بيرشدنا لكده. عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. يعني أنت يعني يا سيدنا النبي بتصوم ليه كده في شعبان كتير قوي؟ قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعشان كده كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يحبوا يكتروا ويحبوا يستعدوا في هذا الشهر. وعلشان كده سيدنا أنس بن مالك يقول لنا إيه: كان المسلمون إذا دخل شعبان أقبلوا على المصاحف فقرؤوها، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. الكلام ده بتاع سيدنا أنس بن مالك بيلفت انتباهنا لمعنى عظيم جدا ومعنى مهم جدا جدا جدا، ياريت نخلي بالنا منه لما يجي شهر شعبان. كتير من الناس بيخلي مثلا شهر رمضان هو الموعد السنوي اللي بيطلع بيه زكاة ماله، ده شيء كويس، لكن الأحسن منه إن احنا نعمل زي ما عمل سيدنا أنس بن مالك، بيقول لنا لا، خلي الشهر بتاعك اللي تطلع فيه زكاة مالك كل سنة هو شعبان. ليه؟ علشان لما تعطي الفقير والمسكين من زكاة المال ويحصل حالة من حالات الغنى نوعا ما في المجتمع لهؤلاء الفقراء والمساكين، يقدر إن هو يعني يتبلغ بها لرمضان ويصل بها لرمضان، إنه يجيب حاجاته ومتطلباته، وإنه يفرح أولاده قبل دخول هذا الشهر الكريم، وإنه تدخل البهجة والسعادة والسرور على الناس قبل هذا الشهر الكريم. وكمان سيدنا أنس كان يقول إنه الناس اللي هم بيتكلم بقى على الصحابة الكبار كانوا يأتون بالمصاحف، يعني يبدأوا بقى يعيدوا مرة أخرى الاتصال بالله سبحانه وتعالى من خلال القراءة في المصحف والقراءة في القرآن، احتفالا بشعبان وفرحا بشعبان واستقبالا لشهر رمضان المبارك. ايه كمان يا ترى من فضائل شهر شعبان ومزايا شهر شعبان ومنزلة شهر شعبان؟ نعرف ده ان شاء الله بعد الفاصل، فاصل ونعود اليكم بعون الله.
أهلا وسهلا بحضراتكم. شهر شعبان من الشهور اللي هي كان فيه أحداث كتيرة جميلة ولذيذة وليها مكانة عند ربنا سبحانه وتعالى. في شهر شعبان تم تحويل القبلة، تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قعد 16 شهر يصلي ناحية المسجد الأقصى، وكان سيدنا النبي يحب قوي وكان بيطلب من ربنا انه يرجع مرة تانية يصلي ناحية المسجد الحرام لانه كان يحب مكة حبا شديد. تحويل القبلة ده حصل امتى؟ ايوه بالظبط كده، بنحتفل بيه في كل سنة في شهر شعبان. ومن الامور الجميلة واللي ليها فضل ومنزلة ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى فيها على عباده ويغفر ليها للناس، لمن يطلبون المغفرة ويطلبون الرحمة، وإن شاء الله نبقى نتكلم عنها في مرة تانية بالتفصيل. من الأحداث المهمة برضو في شهر شعبان إنه ربنا سبحانه وتعالى فرض الجهاد على المسلمين في هذا الشهر الكريم. إنه ربنا سبحانه وتعالى لما شاف إنه سيدنا النبي بدأ مرحلة جديدة في المدينة وبدأ في إقامة دولة في المدينة، وكان طبعا أهل مكة وكفار قريش بيتعرضوا بالأذى والسوء والتنكيل، وكانوا بيعرضوا الدولة الوليدة الجديدة للخطر، فشرع الله تبارك وتعالى للمسلمين الجهاد. هذا تم أيضا في شهر شعبان. من الأحداث أيضا اللي حصلت لسيدنا النبي في شهر شعبان إنه كان في غزوة اسمها غزوة بني المصطلق، وهذه الغزوة حارب فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان السبب من أسباب كشف خداع المنافقين في المدينة، وإنها ساهمت بصورة كبيرة جدا في استتباب الأمن والأمان في المدينة وفي تشييد أركان الدولة الإسلامية الحديثة التي أسسها رسول الله والتي أقامها سيدنا النبي مع الصحابة الكرام في المدينة المنورة. أحداث كتير وأحداث عظيمة حصلت في شهر شعبان تحتاج مننا كلام كتير وكلام كتير، لكن المهم يا جماعة الخير، المهم يا أعزائنا الكرام، إنه إحنا نخلي بالنا إنها أيام كريمة وأيام مباركة، نزود من الطاعة، نزود من العبادة، نزود من الصيام، نزود من قراءة القرآن، نزود من الاتصال بالله، نزود من صلة الرحم، لأن احنا خلاص مقبلين على شهر كريم وهو شهر رمضان. وعلشان كده قال سيدنا أبو بكر البلخي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال مقولة جميلة جدا، قال إيه؟ شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. يعني تزرع في رجب وتسقي في شعبان وتحصد في رمضان. أما لما تسيب نفسك كده يدخل عليك رمضان مرة واحدة فتحس بالتعب وإنك أنت مش قادر وإن أنت كذا وإن أنت كذا، نقول لك لا، أخلي بالك، ربنا إداك مقدمات ممهدات، حاول إنك أنت تستغلها وحاول إنك أنت تستخدمها في أماكنها الصحيحة في شهر رجب وأديها عدة ومقبلين على شعبان. فاللهم يا رب أكرمنا بهذه النفحات التي تنفح بها عبادك الصالحين، عبادك المخلصين في هذه الليالي المباركة يا رب التي نعيش فيها. نسألك يا ربنا أن تبارك لنا فيها وأن تبارك لنا في أوقاتها وأن تتحفنا يا ربنا بنفحاتها. نسألك يا رب أن تنظر إلينا في هذه الأيام نظرة رضا ونظرة رحمة ونظرة مغفرة ونظرة عفو ونظرة إحسان، نظرة تحول فيها قلوبنا من حال إلى حال، وتحول فيها أرواحنا من حال إلى حال، وتحول فيها نفوسنا من حال إلى حال، نظرة يا رب تربطنا بك وتربطنا بنبيك ومصطفاك عليه الصلاة وأتم السلام. آمين آمين يا رب العالمين، وبجاه سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.